هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أولا أميغوز، استوي كون أستيدز لا شيف أكاديميكا إيفا دي إسبانيا نوستر رثيتا دي أوي إس بوستر دي بيستاجو إي ألماندرا سين أورنو استلستا إن يوتيوب آورا إي بروبارادا بارامي سوي شيف إيفا. هاي أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا شيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي حلوى الفستق واللوز بدون فرن. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا الشيف إيفا. هكذا تبدو حلوى هذا اليوم بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. يمكنكم تقديمها إلى أحبتكم وضيوفكم وفي مناسباتكم السعيدة مع كوب من القهوة أو الشاي الساخن. جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الحلوى معي أنا الشيف إيفا. باموس. الآن إليكم المقادير. المقادير سوف أقسمها لكم إلى قسمين، قسم يخص أقراص حلوى الشوكولاتة البيضاء، والقسم الآخر أي الثاني أقراص حلوى الشوكولاتة السمراء أو شوكولاتة الكاكاو. مقادير حلوى الشوكولاتة البيضاء هي 200 جرام شوكولاتة بيضاء، 250 ملي لتر حليب مكثف، 250 جرام لوز أبيض مقشر، و 150 جرام بسكويت. أما بخصوص مقادير أقراص حلوى الشوكولاتة السمراء أي شوكولاتة الكاكاو فهي كالتالي: 200 جرام شوكولاتة كاكاو، 250 ملي لتر حليب مكثف سائل، 250 جرام فستق، و 150 جرام بسكويت. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. أفتح علب البسكويت هذه، أضعها في المكسر. وها هي علبة الحليب المكثف السائل، هكذا تبدو معنا. فتحتها، سأضعها جانبا الآن هكذا. والآن أطحن البسكويت ناعما. سأضعه في كاسة وأتابع طحن بقية المقادير من البسكويت. البسكويت المستخدم هنا بسكويت حلو. سأضع
سأضع كاسة ثانية وأضع فيها البسكويت، إحداهن لعمل أقراص حلوى بيضاء والثانية لعمل أقراص حلوى سمراء أو حلوى الشوكولا السمراء الكاكاو. بعد ذلك سأبدأ بطحن اللوز المقشر هكذا. بعد ذلك سأضعه في إحدى هاتين الكاستين. هكذا يبدو معنا ناعما. الآن سأعمل على طحن الفستق، وبعد ذلك أي بعد الطحن سأضعه في الكاسة الثانية. هكذا يبدو معنا. الآن سأبدأ بخلط البسكويت مع الفستق في الكاسة الأولى، ومن ثم خلط اللوز مع البسكويت في الكاسة الثانية. الآن سأضع بما مقداره 250 ملي لتر من الحليب المكثف. في الكاسة التي فيها لوز وبسكويت. بعد ذلك أعمل على خلط اللوز والبسكويت مع الحليب المكثف هكذا.
أضعها جانبا بعدما وضعت فيها الحليب المكثف. في هذه الأثناء جهزت القدر البخاري الخاص بإذابة الشوكولا على البخار، وها هي الشوكولاتة البيضاء، سأضعها في القدر وعلى بخار الماء، ننتظرها حتى تذوب معنا. هذا القدر خاص لإذابة الشوكولاتة، قدر بخاري. الآن سأضع الحليب المكثف فوق الفستق والبسكويت وأبدأ بعجنه هكذا. الآن وبعدما انتهيت من عجنها الفستق والبسكويت والحليب المكثف، أضع الكاسة جانبا. أعمل على تحريك الشوكولاتة وهي على بخار الماء. الآن سأضعها جانبا في إحدى هاتين الكاستين. هكذا. بعد ذلك أعدت القدر البخاري على النار وسأضع الآن الشوكولاتة السمراء. وأنتظرها حتى تتحول إلى سائل، أي شوكولاتة سائلة. في هذه الأثناء أضع الشوكولاتة البيضاء فوق عجينة البسكويت واللوز. وأبدأ بخلطها هكذا حتى تصبح عجينة قابلة للتشكيل. ولا ننسى ما بين الحين والآخر تحريك الشوكولاتة السمراء في القدر البخاري. الآن سأبدأ بتشكيل كرات الشوكولاتة البيضاء هكذا. ووضعها في الطبق جانبا. استمر حتى نفاذ الكمية معي.
الآن وبعدما تحولت الشوكولاتة السمراء معي إلى سائلة، سأضعها فوق خليط البسكويت مع الفستق وأبدأ بخلطها حتى يتكون معي عجينة قابلة للتشكيل. وها هي كرات الشوكولاتة البيضاء، أضعها في طبق التقديم هكذا، وبعد ذلك سأضع فوق كل كرة من هذه الكرات حبة لوز واحدة. الآن سأبدأ بتشكيل كرات الشوكولاتة السمراء والتي بطعم الفستق هكذا، وأستمر. الآن سأبدأ بتزيينها بحبات الفستق هكذا. بألف صحة وعافية. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، حلوى الفستق واللوز بدون فرن، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, postre de pistacho y almendras sin horno. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم أحبتي، حلوى الفستق واللوز بدون فرن، قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق، اكتبوه لنا في قسم التعليقات، وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة، كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا، أستودعكم الله وأحبكم كثيرا، أديوس.